بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك النهارده عن الاذر جي اي بليدنج. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الا هو النون باريسيال الابر جي اي بليدنج ان ادلتس. معاكم دكتور عمر رمضان مرصود، ماستر ديجري ان تروبيكال ميديسين وترينيه ات ايجيبشن فيلوشيب بروجرام جاستروانتروجي اند هيباتولوجي. انتروداكشن: الابر الاكيوت جاستو انتستينال بليدنج ذا لايف ثريتنينج ابدومينال ايمرجنسي ريمين ا كومون كوز فور هوسبيتال ادمشن. الابر جي اي بليدنج هو ديفايند از بليدنج درايف فروم ا سورس بروكسيمال تو ليجمنت اوف تريتس. الابر جي اي بليدنج كان بي كاتيجورايزد انتو فاريسيال اور نون فاريسيال. ابر جي اي بليدنج الفاريسيال از ا كومبليكيشن اوف انتستيج ليفر ديزيز، وايل النون فاريسيال اسوشيتد وذ بيبتيك السر ديزيز. Causes of non-variceal upper gastrointestinal tract bleeding: esophageal causes are esophagitis, esophageal cancer, esophageal ulcer, malocclusion tube. Gastric causes as gastric ulcer, gastric cancer, gastritis, delphoid lesion. Duodenal ulcer and vascular malformation including aortoenteric fistula, hemophilia, bleeding from biliary tree, and severe mesenteric artery syndrome. Common presentations: hematemesis, which is vomiting of blood. Either red blood or coffee ground material, digested blood, or melena, which is passage of blackish stool, tarry, offensive in odor, and hematochezia, which is passage of dark red material, dark red color, and it's not blackish in color. في اختلاف كبير جدا بين الهيماتيمسيس والهيماتوكيزيا على ريت اوف بليدنج. الهيماتوكيزيا مينز ايذر لور جاستروينتستاينال تراك بليدنج اور ماسيف ابر جاستروينتستاينال تراك بليدنج، ما لحقش يحصل له دايجيشن. البوتنشال بليدنج سورسز سجستد باي بيشنت باست ميديكال هيستوري: اشك في الاورتوينتريك فيستولا لو العيان عنده هيستوري اوف ابدومينال اورتيك انيوريزم او اورتيك جرافت. اشك في الانجيوديسبليزيا لو العيان رينال ديزيز او اورتيك ستينوزس هيريديتري هيموراجيك تلانجكتيزيا. اشك في بيبتيك السر ديزيز لو العيان هيليكوباكتر بايلوري انفكشن او نون ستيرويدال او يوز انتي ثرومبوتيك او سموكينج. المالجنسي لو العيان هاي ريسكي سموكرز الكحول ابيوز اتش بايلوري انفكشن. والمارجنال السرز لو العيان عنده جاسترو انتريك استموزس. في كوموربيد إلنسز افكت المانجمنت بلاننج بتاعي: العيانين الاسكيميك كار ديزيز والعيانين اللي عندهم بالمونري ديزيز العرضه اكتر للادفيرس ايفنتس اوف انيميا، لان الانيميا بتاجريفيت الاسكيميا. والعيانين الرينال والهارت فيلير عرضه اكتر للفوليوم اوفرلود. والعيانين اللي عندهم كواجيولوباسيز او ثرومبوسايتوبينيا عرضه اكتر للبليدنج ويبقى تو بي ديفيكولت تو كنترول ومحتاجين ريفرسال ايجنتس. والعيانين اللي ديسترب الكونشس ليفل او عندهم ديمنشيا او بيت انكفالوباسي كان نوت بروتكت الاير واي فعرضه اكتر للاسبيريشن فكونسيدر ايرلي انتيوبيشن. الدياجنوستيك تيستنج: اي عيان عنده ابر جي اي بليدنج اهم حاجه ان انا اسحب تايبنج اند كروس ماتشنج في اي عيان عنده ماسيف ابر جي اي بليدنج. هسحب لابس ثانيه زي السي بي سي واليوريا والالبومين كرياتينين ليفر انزايم ليفر فانكشنز. ممكن اركب ميزو جاستريك تيوب لو العيان احتاج. بري اندوسكوبي هد العيان كريستالويد ولا كولويد. الباك ار بي سي ترانسفيوجن استراتيجي اللي هستخدمها هتبقى ايه. الريسك ستراتيفيكيشن سكورنج اللي هستخدمه ايه. احنا هنا معتمدين على اندوسكوبيك دايجنوسيس اند مانجمنت تو نون فاريسيال ابر جاسترو انتستاينال هيموريدج. الجايد لاينز بتاعت الاوروبيان سوسايتي اوف جاسترو انتستاينال اندوسكوبي الاسجي 2021 بتقول ان بري اندوسكوبي مانجمنت انيشال بيشنت ايفالويشن اند هيمودايناميك ريسسيتيشن لو العيان هيمودايناميكالي انستابل وعنده اكيوت ابر جي اي بليدنج اكونسيدر كريستالويد فلويدز اف هيمودايناميك انستابيليتي اكزيستس. واحسن حاجه النورمال سلاين والرينجر لاكتيت. وكلوز اعمل كلوز مونيتورنج لاي عيان عنده ابر جي اي بليدنج للاير واي بتاعته. كيب بيتنت اير واي breathing observe the pattern of respiration respiratory rate بتاع العيان عامل ازاي. circulation اشوف pulse blood pressure saturation disability اشوف الكونشس بتاع العيان عامل ازاي random blood glucose بتاعه واليورين اوتبوت بتاعه عامل ازاي. I insert two large bore IV cannula 16 جوج او اكبر وسبلمنت اوكسجين والجول بتاعي ان الساتوريشن يبقى اكتر من 94% الا لو العيان سي او بي دي احافظ عليه من 88 ل 92%.
اركب كانيولا ولا اركب سي في بي، اركب كانيولا في الامرجنسي ده افضل اكوردنج تو البوزر اللي موجود قدامنا ده، بيقول ان في علاقه ما بين الفلو ريت بتاعنا والريديوس بتاع الحاجه اللي انا بحقن فيها. لو الريديوس كبير يبقى الفلو ريت عالي جدا، واللينس لو اللينس بتاعي طويل جدا يبقى في علاقه عكسيه الفلو هيقل. وعليه احنا لو لاحظنا زي ما في الصوره اللي قدامنا ان ال 16 جوج اللي هي الجري او الاورنج 14 جوج الريت اوف فلو فيها 180 مللي بير مينت، وال 14 240 مللي بير مينت دي سرعه الفلو في الكانيولا اللي لونها جري او اللي لونها اورنج، والجرين 90 مللي بير مينت. وايل السي في بي بتاعتنا ال 16 جوج لان اللينس بتاعها طويل جدا الفلو ريت فيها بيبقى 70 سي سي بير مينت، وعليه انا الكانيولا الريت اوف فلو فيها اعلى بكتير جدا من السي في لاين. فلو انا عايز اعمل رابيد ريسسيتيشن الكانيولا ات بيتر ذان السي في لاين. العيان اللي عنده ماسيف اكيوت ابر جي اي بليدنج بيخش في هيموراجيك شوك هايبوفوليميك شوك، والكلاسز بتاعتها هي اربعه كلاسز بتتقسم على حسب الفوليوم اوف بلاد لوس. لو انا فقدت اقل من لتر وربع فانا في كلاس 1، يعني البلاد لوس عندي من 0 ل 15%، وهنا السيستوليك بلاد بريشر مش هيتاثر، الدايستوليك مش هيتاثر، هو هيبقى في سلايد تاكيكارديا، والريسبيراتوري بتاعنا نورمال، والعيان هيبقى ثيرستي شويه عطشان. كلاس 2 فقدت من لتر الا ربع لحد لتر ونص دم، فهنا فقدت من 15 ل 30% من السيركيليشن بتاعت البيشنت، فهنا السيستوليك بلاد بريشر بتاعي هيبقى نورمال، الدايستوليك هيزيد شويه، البالس ريت بتاعنا هيبقى من 100 ل 120، والريسبيراتوري ريت بتاعنا نورمال، والعيان انوكشس واجريسيف. كلاس 3 انا فقدت من لتر ونص لترين، فقدت 30 ل 40% من البلاد، وعليه السيستوليك بلاد بريشر بتاعنا هيبتدي يقع، والدايستوليك هيبتدي يقع، والبالس ريت بتاعنا هيبقى 3 دي وعالي، والريسبيراتوري ريت بتاعنا هيبقى اكتر من 20، والعيان انوكشس اجريسيف ممكن يبقى دراوزي. كلاس 4 دي الاند بقى بتاعتنا، ان احنا فقدنا اكتر من لترين دم، وعليه البلاد لوس بتاعنا اكتر من 40%، وهنا السيستوليك بلاد بريشر بتاعنا هيبقى قليل جدا، والدايستوليك برضه نفس الكلام، والبالس ريت بتاعنا اكتر من 120، وال 3 دي والريسبيراتوري ريت بتاعنا اكتر من 20، والعيان دراوزي كونفيوز ممكن يبقى انكونشس. امتى هستخدم الميجور هيموريدج بروتوكول؟ التريجر بتاعي في اي مستشفى فيها عيان عنده نزيف سواء تروماتيك او ابر جي اي بليدنج اجريسيف، بنتريجر حاجه اسمها الميجور هيموريدج بروتوكول. امتى؟ لو العيان في هايبوفوليميك شوك كلاس 3 او 4 اللي هو فقد من لتر ونص فاكتر من لتر ونص اللترين فاكتر من الدم بتاعه اللي هو فقد حوالي 30 ل 40% من السيركيليشن بتاعته. التريجر دي هتخليني اعمل ايه؟ هتخليني انقل 4 يونت باكد ار بي سيز و4 يونت فريش فروزن بلازما. النسبه بتاعت البلاد للفريش فروزن بلازما الباكد ار بي سيز للفريش فروزن بلازما بتاعتي 1 تو 1، وهدي 1 جرام ترانكسيميك اسيد على مدار 10 دقائق، ثم 1 جرام كل 8 ساعات وري اسيس. بعد الاربع وحدات بلاد والاربع وحدات فريش فروزن بلازما لو اعيد السي بي سي والكواجيوليشن بروفايل، لو العيان بقى ستيبل استاند داون البروتوكول، اوقف البروتوكول ده وارجع للبروتوكول بتاع العيانين اللي ستيبل. لو بعد الاربعه يونتس دول لقيت البليتلتس حصل لها دايليوشن وبقت اقل من 75000، يبقى العيان دوت هحتاج اديله بليتلتس. لو الفايبرينوجين اقل من 1.5 جرام بير لتر هدي كرايو بريسبيتيت او فايبرينوجين كونسنتريت. لو الاي ان ار بتاع العيان اكتر من 1.5 هدي فريش فروزن بلازما. لو البيشنت ده على وارفارين او نيو اورال انتي كواجيلانت او انتي بليتلت هشوف الريفرسال ايجنت بتاعي ايه واديه، لان العيان هنا هيمودايناميكالي انستيبل. وانس العيان بقى ستيبل هنقل على البروتوكول بتاع البلاد ترانسفيوجن في العيانين اللي ستيبل. الباك ار بي سيز ترانسفيوجن استراتيجي، لو العيان ما عندوش هيستوري اوف اكيوت اور كرونيك كارديو باسكولار ديزيز هستخدم ريستريكتيف باك ار بي سيز استراتيجي اكوردنج تو الاس جي جايد لاين 2020 والاي سي جي جايد لاينز 2021 والاي سي جي جايد لاين 2021. وهنا بننقل دم لو الهيموجلوبين اقل من 7، والتارجت بتاعي احافظ على الهيموجلوبين من 7 ل 9، واحنا زي ما قلنا ده موجوده في الاثنين جايد لاينز الاخر اللي معمولين السنه دي. ولو العيان عنده هيستوري اوف اكيوت او كرونيك كارديو فاسكولار ديزيز هستخدم ليبرال باكد ار بي سيز ترانسفيوجن استراتيجي. وهنا بنقل دم لو الهيموجلوبين اقل من او يساوي 8، والتارجت بتاعي ان انا احافظ على الهيموجلوبين اكتر من 10، لان الانيميا في العيان الكارديو فاسكولار اللي عنده كارديو فاسكولار ديزيز بتاجريفيت الاسكيميا وممكن تدخل العيان في نون اس تي سيجمنت اليفيشن ام ار. الريسك ستراتيفيكيشن السكورنج الجلاسكو بلاتشفورد سكور فور بري اندوسكوبي ريسك ستراتيفيكيشن اكريديتد باي الاس جي جايد لاين 2021 والاي سي جي جايد لاين 2021، وده بيعتمد على البن، بيعتمد على السي بي سي يشوف الهيموجلوبين بتاعنا، يعتمد على البلاد بريشر ميجرمنت، البالس ريت، بريزنس اوف ميلينا، بريزنس اوف سينكو، بريزنس اوف هيستوري اوف
هيباتيك ديزيز بريزنس اوف هيستوري اوف كاردياك ديزيز. والسكور قدامنا هنا بيدي سكورز لكل حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي. اهم حاجه بالنسبه لنا السكور اللي اقل من واحد، اللي هو البلاد يوريا اقل من 18، الهيموجلوبين اكتر من 13 في الميل، في الفيميل اكتر من 12، السيستوليك بلاد بريشر بتاعنا اكتر من 110، البالس ريت اقل من 100، مفيش ميلينا، مفيش سينكوب، مفيش هيباتيك ديزيز، مفيش كاردياك ديزيز، العيان ده لو ريسك فور بليدنج مورتاليتي اور نيدنج هوسبيتال بيزد انترفينشن، واقدر اروحه على البيت يتعالج في البيت بتاعه. كل ما السكور بتاعنا بيزيد الريسك اوف ري بليدنج والنيدنج فور انترفينشن بيزيد، وعليه العيان هيحتاج هوسبيتاليزيشن، وعلى حسب السكور هشوف العيان هحجزه في رعايه ولا هحجزه في قسم داخلي. المانجمنت اوف كولبيدو جريل ان جي اي بليد، الجايد لاينز بتاعت الكارديولوجي بتقول ان الكولبيدو جريل مهم جدا علشان يحافظ على البيتنسي بتاعت الستنت. فهم ما بيتكلموا على الكلوبيدو جريل بيركزوا جدا على السيفتي بتاعت البيشنت من ناحيه الكاردياك كونديشن بتاعته. وعليه احنا لقينا ان العيان الكاردياك في هاي ريسك بيريود لو حصل ثلاث حاجات من الحاجات الجايين دول. العيان اتعمل له بيركيوتينيوس كورينري انترفينشن وما تركبلوش ستنت، اتعمل له تسليك فقط، العيان ده ريسكي في اول 12 شهر. العيان اللي ركب دراج ايوتين كورونري ستنت ريسك عالي لمده 6 شهور، وفي بعض الاقوال بتقول لحد سنه. البيري ستنت الريسك بتاعنا هايست لحد 1 مانث. العيانين اللي هم في هاي ريسك بيريود دول الماكسيمم ديسكونتينيويشن اوف كولبيدوجريل شود بي 5 دايز، ما يزيدش عن 5 دايز. ولو انا وقفته عشان في ماسيف اتاك اوف ابر جي اي بليدنج احط الاسيتايل سلسليك اسيد زائد بي بي اي وايل كولبيدوجريل اوف ديورنج الهايست ريسك بيريود، ده للحفاظ على سلامه الستنت. المانجمنت اوف انتي بليتليت ايجنتس اكوردنج تو الاس دي جايد لاين 2021 بتقول ان العيان اللي ماشي على لو دوز اسبرين از امونو ثيرابي فور برايمري كارديو فاسكولار بروفلاكسز، وتعريف البرايمري كارديو فاسكولار بروفلاكسز ان العيان ما حصلوش كارديو فاسكولار اسكيميك ايفنت، لا ستروك ولا ام اي، انما العيان عنده ريسك فاكتور معين سواء دايابيتيك او هايبرتنسيف او ديسليبيديميك، واتحط له الاسبرين از امونو ثيرابي فور برايمري بروفلاكسز، العيان ده suspend the aspirin temporary and restart if clinically indicated. لازم اراجع الكلينيكال انديكيشن بتاعه، هل العيان فعلا عنده ثرومبويمبوليك ايفنت او ريسك ان هو ممكن يحصل، فعشان كده احنا بنحط له الانتي بليتليت ده. الكارديو فاسكولار ريسك بتاعه قد ايه؟ لو مش انديكيتد مش هنرجعه تاني، لو انديكيتد هنرجعه بعد ما نكنترول البليدنج. لو العيان ماشي على لو دوز اسبرين از امونو ثيرابي فور سكندري كارديو فاسكولار بروفلاكسز، ومعنى كلمه سكندري كارديو فاسكولار بروفلاكسز ان العيان حصل له قبل كده اسكيميك ايفنت سواء في الهارت او في البرين، وعليه ابتدى يحتاج لو دوز اسبرين علشان ما يحصلوش ريكرنس للايفنت دوت، اسبرين هنا شودنت بي انتربتد، ما نوقفوش، يكمل عليه. ولو وقف لاي سبب سواء العيان عنده ريبيتد فوميتنج أو العيان بيرجع بشكل مستمر، أو أنا صومته شوية ست ساعات قبل المنظار فما خدش الجرعة دي، أريستارت إف انتربتد ويزن 3 تو 5 دايز. الديوال أنتي بليتلت ثيرابي يوزد فور سكندري كارديوفاسكولار بروفلاكسز لو العيان ماشي عليها، الأسبرين شودنت بي انتربتد، وي انتربت سكند ايجنتس أند ريستارت أز سون أز بوسيبل ويزن 5 دايز. زي ما قلنا الكولوبيدو جريل في العين الهاي ريسكي، الستنت في ريسك عليها عالي، هنعمل ايه؟ الجواب في الجمله اللي فاتت دي ملخصا، العيان اللي عنده اكيوت ابر جي اي بليدنج وبياخد انتي بليتلت، عملنا له ابر جي اي اندوسكوبي طلع فيه هاي ريسك اندوسكوبيك استجماتا اللي هي اف 1 اي فورست كلاسيفيكيشن 1 اي 1 بي 2 اي 2 بي اللي هو اكتف سبيرتنج او اوزنج بليدنج او نون بليدنج فيزبل ألسر او ادهرنت كلوت، لو العيان ماشي على لو دوز اسبرين فور برايمري بوفلاكسز هكونتينيو تو ويز هولد، هكمل موقفه وريزيوم افتر كيرفولي ايفالويشن اوف اتس كلينيكال انديكيشن. لو العيان ماشي على انتي بليتليت فور سكندري بوفلاكسز، العيان عنده نون كارديو فاسكولار ديزيز، فاحنا بنستخدم هنا الانتي بليتليت اس فور سكندري بوفلاكسز، لو ماشي على اسبرين لوحده هكونتينيو لو دوز اسبرين ويزاوت انتربشن، اند اف اسبرين هاز بين انتربتد فور اني كود ريزيوم ويذن 3 تو 5 دايز. وهنا السكند لوك اندوسكوبي شود بي ات ديسكريشن اوف ذا اندوسكوبيست براير ريستارتنج الاسبرين. والبيشنت اللي اون ديول انتي بليتلت ثيرابي كونتينيو لو دوز اسبرين ويزاوت انتربشن، والسكند انتي بليتلت شود بي ريستارتد از سون از بوسيبل بريفربلي ويذن 5 دايز. والكارديولوجي كونسلتيشن ريجاردنج التايمنج
فور ريستارتنج السكند انتي بليتلت از سجستد هنا، وده علشان يحدد هل الاستنت هنا في هاي ريسك ولا لا، ويحدد النوع اللي هو عايز يحمي بيه الاستنت بتاعته. السكند لوك اندوسكوبي شود ان شود بي ات ذا ديسكريشن اوف اندوسكوبيست براير ريستارتنج السكند انتي بليتلت. ولو العيان عنده اكيوت ابر جي اي بليدنج والبيشنت بياخد انتي بليتلت وعملت له الابر جي اي اندوسكوبي قال ان في نون فاليسيال سورس اوف بليدنج ولقينا لو ريسك اندوسكوبيك استجماتا اف 2 سي فلاب بيجمنتد سبوت او كلين بيزد السر، لو دوز اسبرين يوزد فور برايمري بروفلاكسس اكونتينيو تو ويز هولد اللو دوز اسبرين وريزيوم اللو دوز اسبرين افتر كيرفول ري ايفالويشن اوف اتس كلينيكال اندكيشن. الانتي بليتلت يوزد فور سكندري بروفلاكسس والعيان على لودوز اسبرين لوحده اكونتينيو لودوز اسبرين ويزاوت انتربشن، ولو ماشي على ديوال انتي بليتلت في الحاله دي اكونتينيو ديوال انتي بليتلت ويزاوت انتربشن لان العيان ده عنده لو ريسك اوف ري بليدنج. مانجمنت اوف انتي ثرومبوتيك انتي كواجولنت، العيانين اللي عندهم نون فاريسيال ابر جي اي بليدنج اكوردنج تو الاس بي جايد لاين روتين بليت ترانسفيوجن اند يوز اوف ترانكسيميك اسيد ار نوت ريكومندد. طب احنا قلنا ليه في الاول؟ لان الميجر هيموريدج بروتوكول لا يخضع للكلام ده، احنا بنتكلم على عيان بقى بعد ما عدى وبقى ستيبل هنعمل ايه؟ ندي ترانكسيميك اسيد على طول ولا لا ما نديش؟ العيانين فيتامين كي انتاجونست شود بي ويز هيلد. لو العيان عنده هيمودايناميك انستابيليتي وكان ماشي على فيتامين كي انتاجونست هدي لو دوز اي في فيتامين كي زائد بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، ولو البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت نوت افيلابل هدي فريش فروزن بلازما. العيان اللي على دايركت اورال انتي كواجولانت زي الاليكوس والاكزاليرت واخواتهم دول شوت بي ويذ هيلد لو عنده اكيوت ابر جي اي بليدنج، ولو في سيفير اون جوينج بليدنج هدور على ريفرسال ايجنت ريفرسال اوف ابيكسيبان او ريفروسباير او اندوكسيبان، هو البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت او ريكومبيننت كواجوليشن فاكتور 10 والدابيجاتران لي يداروا سيزوماب ده الريفرسال ايجنت بتاعه. العيان اللي بياخد انتي كواجولانت سواء فيتامين كي انتاجونست او دايركت اورال انتي كواجولانت او از هولد الانتي كواجولانت ات تايم اوف بريزنتيشن او العيان هيمودايناميكالي انستابل بياخد فيتامين كي ادي له دوز فيتامين كي وسبلمنت بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت او فريش فروزن بلازما، العيان اللي بياخد دايركت اورال انتي كواجولانت وعنده سيفير اون جوينج بليدنج ادي ريفرسال ايجنت او انترافينوس بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، اعمل ابر جي اي اندوسكوبي اند اف ريكوايرد اندوسكوبيك هيموستيزيس اعمله شود اند شودنت بي ديلايد. الابر جي اي اندوسكوبي ديمونستريت نون فاريسيال سورس اوف بليدنج، الانتي كواجولانت شود بي ريزيومد از سون از بوسيبل ذا بليدنج هاز بين كنترولد بريفربولي ويزن 7 دايز اوف ذا بليدنج ايفنت بيزد اون ثرومبو امبوليك ريسك. والرابيد اونست اوف اكشن اوف دايركت اورال انتي كواجولانت از كومبيرد تو فيتامين كي انتاجونست ماست بي كونسيدرد ان ذيس كونتكست، واستخدم الفاليديتد سكورز تو استيميت الثرومبوتيك ريسك اللي هو تشاد 2 دي اس 2 باسك سكورينج اند ذا بليدنج ريسك هاز بليد سكورينج فور يوز تو هيلب جايد كلينيكال ديسيجن ميكينج. بري اندوسكوبيك ميديكال تريتمنت بري اندوسكوبي بي بي اي، الاس جي 2021 قالت ان البي بي اي انديكيتد تو داون ستيج الاندوسكوبيك ستيجماتا اند باي ريدوسينج نيد فور اندوسكوبيك ثيرابي، هاويفر ذيس شودنت ديلي الايرلي اندوسكوبي. الاي سي جي 2021 قالت ان هي كان نوت ريتش ريكومنديشن فور اور اجينست بري اندوسكوبي بي بي اي. ساندوستاتين اند اتس انالوج اوكتريوتايب according to the SGA 2021 it's not recommended for non-variceal upper GI bleeding. IV erythromycin the SGA 2021 and ECG 2021 بيأكدوا it's indicated in selected patients with clinically severe or ongoing active upper GI hemorrhage. Other pre-endoscopic procedure routine use of nasogastric or orogastric aspiration lavage is not recommended. Routine prophylactic endotracheal intubation is not recommended except in patients with ongoing active hematemesis, agitation, encephalopathy, and those who are unable to adequately control the airway.
The use of nasogastric tube placement in patients with a suspected acute upper GI bleeding is not recommended according to SB 2021 لانهم اعتمدوا على اكثر من استادي منها المثالين اللي قدامنا، الاستادي الاولانيه في 2011 632 عيان قارنوا ما بين العينين اللي عملوا نيزوجاستريك تيوب لافاج والعينين اللي ما عملوش ولقوا ان ما فيش فرق ما بين المجموعتين از ريجاردنج المورتاليتي واللينس اوف هوسبيتال ستاي والسيرجري والترانسفيوجن ريكوايرمنتس، لكن لقوا ان العينين اللي عملوا نيزوجاستريك تيوب لافاج كان في شورتر تايم تو اندوسكوبي. وفي 2017 280 عيان برضه قارنوا ما بين مجموعتين، مجموعه عملت نيزوجاستريك تيوب لافاج ومجموعه لا، لقوا ما فيش فرق ما بينهم الريسك اوف بليدنج او مورتاليتي بين بوث بيشنتس. وعليه احنا بنسجست ذات البيشنت اونلي اندرجو نيزوجاستريك تيوب لافاج اف بارتيكوليت ماتر اور فريش بليدنج اور كلوتس نيد تو بي ريموفد فروم ستومك تو فاسيليتيت اندوسكوب. Alternative to nasogastric tube lavage in this situation is to use bronchiectasis such as erythromycin. Timing for upper GI endoscopy. الاس جي 2021 والاي سي جي 2021 بياكدوا على ان الايرلي اندوسكوبي قبل 24 ساعه بار جي اي اندوسكوبي شود بي بيرفورمد، والتايم ده محسوب من البرزنتيشن بتاع البيشنت مش من التايم اوف ادميشن. وقالوا ان الارجنت اللي هو قبل 12 ساعه والامرجنت اللي هو قبل 6 ساعات ابر جي اي اندوسكوبي ار نوت ريكومندد. ويعني بيرجعوا ده ان الدراسات في الفرق ما بين الاندوسكوبي اللي اتعمل قبل 24 واللي اتعمل قبل 12 لقوا ان الاوتكمز بتاعتهم ما فيش فروق ما بينها، وعليها قالوا ان العين ياخد وقت اكتر في الريسوسيتيشن افضل لي كتير من ان انا اعمله بدري. ويقارنوا ما بين العيانين اللي عملوه قبل 24 ساعه والعيانين اللي عملوه قبل 6 ساعات لقوا ان الادفيرس اوتكم اكتر في العيانين اللي عملوه قبل 6 ساعات، لانه بيتعمل في سيتنجز العيان ما خدش ريسوسيتيشن، الهيموداينامك ستيتس بتاعته مش كويسه، عرضه اكتر للادفيرس ايفنتس بتاعه الاندوسكوبي، عرضة اكتر ان الفاسيلتيز ما تبقاش متوفره، ما فيش حد جنبك، الاداره مش موجوده، في حاجات في المخازن مقفول عليها، في حاجات كتيره جدا ما تبقاش متوفره في العيان اللي بيتعمل بسرعه قبل الريسوسيتيشن. وقالوا ان الانتي بليتليت ايجنتس والانتي كواجيلانت والبري ديتيرمايند اي ان ار كات اوف ليفل شودنت بي يوزد تو ديفاين او جايد التايمينج فور ابر جي اي اندوسكوبي. ما ينفعش اخر الاندوسكوب بناء على ان العيان بياخد انتي بليتلت او بياخد انتي كواجلانت او الاي ان ار بتاعه عالي، ابدا الريفرسال على طول وابدا احضر العيان لابر جي اي اندوسكوبي ايرلي اندوسكوبي قبل 24 ساعه. في ريسكس للاندوسكوبي، ايوه في ريسكس للميديكيشنز اللي احنا بنديها عشان نديوس السيديشن، في ريسك اوف اسبيريشن لكل العيانين، في ريسك اوف بليدنج او ري بليدنج، وانا داخل اعمل كنترول للبليدنج انا ممكن انديوس بليدنج لو انا مش متدرب كويس. وعليه الاي سي جي جايد لاين بتريكومند الافيلابيلتي اوف بوث ان اون كول جي اي اندوسكوبست بروفيشنت ان اندوسكوبيك هيموستاسيس اند اون كول نيرسينج ستاف ويز تكنيكال اكسبرتيز ان ذا يوز اوف اندوسكوبيك ديفايسز تو الاو بيرفورمانس اوف اندوسكوبي اون 24/7 بيزس. لان احنا بنخش قبل 24 ساعه من البرزنتيشن بتاع العيان، فساعه العيان غير ساعتنا، مش كل المناظير هتعمل الساعه 9 الصبح. Endoscopic diagnosis forest classification. ده برضه recommended من الاثنين guidelines، الـ ECG guideline والـ ESG guideline. وده بيقسم العيانين لـ forest 1A spurting blood vessels، forest 1B oozing of blood، forest 2A non-bleeding visible vessels زي ما احنا شايفين، forest 2B adherent clot، forest 2C flat pigment spot، and forest 3 clean bed ulcer. Forest 1A, 1B, forest 2A need endoscopic hemostasis is recommended according to ESG guideline and ECG guidelines because they are at high risk for persistent bleeding or recurrent bleeding. والتعريفات بتاع ال persistent bleeding و recurrent bleeding هنقولها بعدين. Forest 2B adherent clot. Endoscopic clot removal is indicated by ESG guideline 2021 وفي special circumstances بنعملها قبل ما نشيل الكلوت دي، لازم نحقن ادرينالين في الفور كوادرانت حوالين الكلوت وبعد كده نجيب كولد سنير ونعمل لها شيفنج وبعد كده بنكلاسيفاي 84 فورست 1 اي فورست 1 بي فورست 2 اي فورست 2 سي فلاب بيجمنت سبوت اند فورست 3 endoscopic hemostasis is not recommended لان دول فيري لو ريسك اوف ادفيرس اوتكم.
routine use of Doppler endoscopic probe and capsule endoscopy technology are not recommended in evaluation of acute upper GI hemorrhage according to SG guideline 2021. لكن طبعا في special situation هنحتاج فيها ده، في special situation هنحتاج فيها ده. Endoscopic therapy for peptic ulcer hemorrhage. First one is spurting blood. First one B oozing blood in active bleeding. Combination therapy using epinephrine injection in four quadrants plus a second hemostatic modality, contact thermal or mechanical therapy is indicated. ولكن لو لقينا ان الالسر دوت اكتر من 2 سنتيمتر in size, large visible vessel اكتر من 2 مليمتر, located in high vascular area, gastroduodenal or epigastric artery, or in excavated fibrotic ulcer, then over the scope clip is recommended, over scope clip. Patient with forest classification to A ulcer, contact or non-contact thermal therapy, mechanical therapy, injection of sclerosing agents such as each as a monotherapy or in combination with injection of epinephrine is indicated. And the ESG guideline does not recommend that epinephrine injection to be used as endoscopic monotherapy. If used, it should be combined with a second endoscopic hemostatic modality. والESG عرفت العيان اللي عنده persistent bleeding ان ده العيان اللي عنده ongoing active bleeding refractory to standard hemostasis modalities اللي احنا ذكرناها سابقا، دي اللي اسمها standard hemostasis modalities. يبقى العيان اللي عنده persistent bleeding refractory to standard hemostasis modalities هستخدم either topical or over the scope clip is considered. ولو العيان استخدمت فيه الاثنين دول ده او ده ومفيش نتيجه، still persistent bleeding refractory to all hemostasis modalities. Then transarterial angiographic embolization is indicated and if not available, patient is indicated for surgery. Other recommendations. Routine second look endoscopy is not recommended. Hemostatic forceps used as alternative endoscopic hemostasis, H. pylori, test at index endoscopy should be done for any bleeding peptic ulcer disease. We should test for H. pylori. Treat if positive. Retesting for H. pylori if negative when there is follow-up for healing of ulcer. Document successful H. pylori eradication. لو لقيتها positive لازم أدوكيومنت successful eradication. Patient on anticoagulant should be resumed as soon as possible. Bleeding has been controlled. وأحسن وقت within 7 days of the bleeding event. BBI should be given as a co-therapy. العيانين على dual antiplatelet therapy اللي كان عندهم upper GI bleeding وراح. أو العيانين اللي محتاجين anticoagulant وكان حصل لهم bleeding. إنما أذا بروفلاكسس بدون bleeding. الجايدلاينز ما ذكرتش أي داتا عن عن الجزئيتين دول. Post endoscopy management, PPI, pantoprazole or esmoprazole. The dose بتاعتنا 80 milligram initially, then continuous IV infusion by dose 8 milligram per hour for 72 hours, مدة 72 ساعة. أو regimen تاني إن أنا أدي 40 twice daily IV أو 40 twice oral if tolerated لمدة 72 ساعة بعد the bleeding event. الاسجي بتريكومند ان الريكرنت بليدنج هو تعريفه ان ده البليدنج فولوينج انيشال سكسسفول اندوسكوبيك هيموستيزس، العيان كان عنده بليدنج عملنا انترفينشن الكلر اوف ستون رجع نورمال بعد كده حصل منين ده بقى ريكرنت بليدنج. انما العيان عمل اندوسكوب رجع بعدها على طول هيماتيمسيس او لسه المنينه ما وقفتش ده بيرزيستنت بليدنج. فالعيان اللي عنده ريكرنت بليدنج ايذر اوفر ذا سكوب كليب تو بي يوزد او ريبيت الابر اندوسكوبي with hemostasis من أي وسيلة من الوسائل اللي ذكرناها سابقا if indicated and if this failed transarterial angiographic embolization transcatheter angiographic embolization أو surgery لو الكاثر مش متوفرة. ملخصا هعمل upper GI bleeding العيان طلع في high risk stigmata F1A spurting أو F1B active oozing أو F2A non-bleeding visible vessel هبيرفورم اندوسكوبيك هيموستاسيس. لو العيان F1A F1B
active bleeding, combination therapy with dilute epinephrine injection زائد second hemostatic modality سواء thermal أو mechanical أو sclerosing agent. لو F2A أستخدم thermal أو mechanical أو sclerosing agent as a monotherapy for, أو in combination with dilute epinephrine. بعدها هدي هاي دوز بي بي اي سواء ب اي في كونتينوس انفيوجن او توايس ديلي لمده 72 ساعه. هستارت كلير فلويد از سون از بوسيبل. هتست فور اتش بايلوري اندكس اندوسكوبي. تريت اف بوزيتيف دوكيومنت الاراديكيشن. اف نيجاتيف ات اندكس اندوسكوبي هريبيت التستنج بعد اربع اسابيع فولوينج ذا اكيوت بليدنج ابيسود تو كونفيرم انيشال تيست ووز ترو نيجاتيف. اف كلينيكال ايفيدنس اوف rebleeding, I repeat the endoscopy with endoscopic hemostasis if indicated. If endoscopic hemostasis is still unsuccessful, I refer for transcatheter angiographic embolization. لو مش متوفرة surgery. لو العيان عنده adherent clot, هكونسيدر حاجة من اتنين, هكونسيدر ان انا الريموفال وده اللي معاه الاسجي جايد لاين. او الاي سي جي بتقول ميديكال تريتمنت لمدة 72 ساعة. لو هشيل الكلوت لازم في انجكت دايليوت ابينفرين سيركمفرينشال عند البيز بتاعت الكلوت. بعد كده شيلها بكولد سنير. لو بعد ما شيلها هريك لاسيفاي الليجن تاني اف 1 اي اف 1 بي اف 2 اي. هدي بعدها هاي دوز بي بي اي انفيوجن 72 ساعه. هتست فور اتش بايلوري لو بوستيف هعالجها ودوكيومنت الاراديكيشن. لو نيجاتيف ات اندكس اندوسكوي هريبيت التستنج بعد اربع اسابيع عشان اكونفيرم ان الانيشال تيست از ترو. اف كلينيكال ايفيدنس اوف ري بليدنج هريبيت الاندوسكوبي واعمل اندوسكوبيك هيموستيزيس تاني. ولو الاندوسكوبيك هيموستيزيس نوت سكسسفول هريفير فور ترانس كاستر ارتيال امبولايزيشن انجيوجرافيك امبولايزيشن. ولو مش متوفر هريفير فور سيرجري. انما لو عملت ابر جي اي اندوسكوبي ولقيت لو ريسك استجماتا اف 2 سي او اف 3 هستارت اورال بي بي اي ريجولار دايت اتست فور اتش بايلوري اف بوزيتيف تريت اند دوكيومنت اراديكيشن. اف نيجاتيف ات اندكس اندوسكوبي هريبيت بعد اربع اسابيع following acute bleeding episode to confirm initial test is true negative. شكرا. ده الجزء الأول من المحاضرة.